الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى ومن قبله مسلم في كتابه الصحيح بابا كاملا عن مسائل تأويل الرؤيا وأحكام رؤى المنام، وأورد أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن أبي قتادة رحمه الله تعالى ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله تعالى، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا، وفليستعذ بالله من شرها، وفي رواية: ولا يحدث بها أحدا. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم: ولينقلب عن جنبه الذي ينام عليه. إذن في ثلاثة أشياء بيعمل الإنسان: إذا رأى ما يفزعه أو ما يكره في المنام، ينفث، يعني كأنه الإنسان بيبصغ لكن ما في بصاغ، هو عبارة عن هواء معه شيء من الريق، على يد الشمال ثلاث مرات. الحاجة الثانية: يتحول من جنبه اللي نايم عليه، ينقلب على الجنب الثاني. الحاجة الثالثة: يتعوذ بالله من شرها. إذا عملت الأمور الثلاثة دي، مهما كان الحلم مفزعا فإنه لا يضرك. وزاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحدث بها أحدا. وفي رواية: لا تحدث بها إلا من تحب. ودي عندها أحكام يا أخواننا حنجية. فإذا أولا نعلم يا أخواننا أن الرؤيا من الله، وهذه التي تحمل البشرى وعلامتها، كما قال ابن عثيمين رحمه الله، علامتها أن يستيقظ الإنسان منشرحا فرحا منبسط البال، مما تقوم منه أنت فرحان وتعتقد أن الشيء ده حاجة سمحة، حتى وإن كان في المنظر اللي أنت شفته جوا في أشياء بتعكر شوية عليك، لكن قمت منها أنت فرح، فهذه بشرى من الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: إذا اقترب الزمان، يعني لو قرب قيام الساعة في آخر الزمن، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. الرؤيا اللي بتفرحك دي في الغالب حق. وقال عليه الصلاة والسلام: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني لا تكاد تكذب. طيب يا اخواننا، اي حاجة انت بتشوفها في المنام مما يفرح دي انت تنبسط بها تماما. قال: ولا تخبر بها احدا. ليه؟ خشية أن يحسدك على ما أنت فيه من النعمة. لو أنت الليلة مثلا رأيت أنك تشرب لبنا، كويس، دي رؤية زي دي أولا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم،
أو رأيت أن عليك ثيابا سابغة، لابس لك أنت عباية ولا جلابية سابغة مالية جسمك. دي أول النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم كويس. أو رأيت أنك في مكان واسع أو في مكان أخضر، أو رأيت أنك مقيد اليدين. في ناس بيشأموا بها يقول لك شفت في النوم مربط ها مقيد اليدين. لا لا، الإمام النووي قال وتؤول هذه أنك مقيد بالكتاب والسنة، ذول مستقيم في دينك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر بها أحدا. يوسف عليه السلام لما رأى قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دي تدل على رفعة عظيمة جدا. أبوه قال له شنو؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ليه؟ فيكيدوا لك كيدا. ما تتكلم، شفت رؤيا سمحة أمسك خشمك عليك. قال ولا تخبر بها إلا من تحب، لأن الزول اللي بيحبك دائما بيأول لك بالخير. والرؤيا كما قال عليه الصلاة والسلام على جناح طائر فإذا عبرت وقعت، بتقع على التعبير بتاعها. عشان كده ما تخبر برؤياك جاهلا. في ناس جهلة، الواحدة كان قلت له أي رؤيا بأول لك بالشر طوالي. ولا تخبر بها إلا من تحب، الزول اللي بيحب لك الخير مما تقول له شفت كده يقول لك ما شاء الله تبارك الله دي رؤية سمحة وهيحصل لك كذا من الخير، وتقع على تأويلها. ولهذا يا أخواننا نحن لو شفنا ما نحب رؤية سمحة اكتمها في نفسك وأولها بخير وإن شاء الله تقع على ما رأيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. صدقك في الرؤيا زي صدقك في الحديث مع الناس. قدر ما كنت أنت إنسان صادق سترى الرؤيا الصادقة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال إذا رأى أحدكم ما يفزعه. أما لو شفت شي كعب فأنت في الأول تدعوذ الحاجات الثلاثة اللي قلناها. قال ولا تخبر بها أحدا، ما تكلم أي زول لأنه ممكن يأول لك تأويل كعب. ولهذا روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها أتتها امرأة فقالت إني رأيت عمود البيت قد سقط وتساقط السقف من فوقه. كويس، المرق بتاع البيت انكسر والرصاص الخاتنه فوق ليه وتكسر كله وقع. فقالت لها يموت زوجك ويتفرق الأبناء. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا أولت بخير؟ ما كنت أول برؤيا بتأويل ثاني الرؤيا دي، فوقعت الرؤيا كما أولت، مات زوجها وتفرتقوا أولادها. وبالتالي يا أخواننا تعمل حسابك من مسألة تأويل الرؤيا، ما تكلم بأي زول، امشي أول لك بتأويل شين بعد ذاك تبقى لك مشكلة. أيضا الإنسان يتجنب ما يحزنه من الرؤى. يعني أنت لما تقعد تتابع في الرؤى كثير وكل مرة أنت بتهتم شديد بقضية الرؤى والأحلام أنت حتقع فيما يحزنك، والشيطان تاني حيتبعك في الباب ده مما تبقى أنت مهووس بالموضوع ده. ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال فإن الشيطان يحرص على ما يحزن العبد. إذا أنت المسألة دي بتحزنك الشيطان بيوريك حاجات كثيرة. وما يدور في رؤى الإنسان ما بيخرج عن أمور ثلاثة،
قال أهل العلم: الأول ما يحدث الإنسان به نفسه. انت عندك موضوع شغلك وهمي به، تنوم بالليل بتشوفه، ده لا رؤية ولا حلم، لا الحلم بتاع الشيطان ولا رؤية بتاعت الرحمن، ولا ده ولا ده، ده هم في نفسك بس. واحد يكون خلاص الزواج بتاعه قرب ولا الخطوبة وخايف يدوه ولا ما يدوه، كويس، بالليل يشوف في النوم يقول لك شفت لي زول لابس له عمة كبيرة وشايل له شنطة، ده معناه المازون خلاص، معناه عقدوا لي. يا زول لا عقدوا ليك ولا أي حاجة، ده هم أنت شايله أصلا. الهم اللي شايله الإنسان بحدث به نفسه بينام ويراه في النوم، ده ما عنده أي صلة بالرؤيا ولا بالحلم. طيب ده بسموه الهم. أما النوع الثاني وهي الرؤيا من الله تعالى، ودي اللي تكلمنا عن الأحكام بتاعتها، والحلم بتاع الشيطان هو المفزع والمخيف، وعليك أن ترجع إلى من له خبرة ودراية وعلم. في ناس بيرجعوا لكتب تفسير الأحلام في النت، يكتب طوالي تفسير الأحلام لابن سيرين، الكتاب ده ما ثابت عن ابن سيرين، والتأويلات دي فيها أشياء كثيرة مضمونة ساي. وتأويل الرؤيا هو من العلوم التي يهبها الله تعالى لبعض الناس من باب الفراسة. في ناس ربنا بيديها لهم فراسة وعلم بالقرائن ومعرفة بالشريعة، زي ديل انت ترجع لهم في تأويل الرؤيا، وإن شاء الله ما يجري منها إلا الخير. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، وقوموا للصلاة يرحمكم.